محسن بيه استاذ دبيب المحامي بتاع مهجة هاني. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. تاخدي عنبايه حمراء ها وانا اخد عنبايه صفراء. ايه رايك؟ برضه يعملوا حاجه الاصفر مع الاحمر. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. طب ما تيجي انت بقى تاخدي ايه واحده حمراء وواحده صفراء ها وانا اخد ايه واحده صفراء وواحده حمراء. كوكتيل وايه هم يا ماما. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا من تصرفات مهجة هانم اللي ضايقت حضرتك. انا مش عايز اعتذارات انا عايز فلوس. تأكد يا محسن بيه ان انا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم. بس حضرتك عارف حال البلد ولذلك انا بقترح. انت ما تقترحش اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهاية قولوا لي ها مش عايز قلب دماغ وحياتك. حبته هنا ولا ايه؟ ماشي. بقول لك ايه انا خد دي اديها هديه لمواجهة هاني. اتفضل. السلام. ما تيجي بقى نشوف حاجه حلوه كده. ايه بقى؟ لا دي تعور. والله؟ اه. يعني بلاش؟ بلاش. اه. بعدين. اه. خليها بقى. صدر قرار من نيابة بتسليم القصر للبنك بكافة محتوياته. هتفضل معانا شوية لغاية ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فترة التحفظ. طيب انا هحاسبكم تجردوا تحت وانا هجرد فوق واللي يجرد الاول يقول التاني انا جردت. ها؟ عشان ما نضيعش شوية. اسف يا باشا. العربيات كلها محجوز عليها لصالح البنك. المفتاح لو سمحت. بس بقى فتحية انتحر الحوار على كده بقى. الله عشان خاطر الحاجة. تعرف يا باشمهندس فتحية اللي قاعدة جنبك دي جوزها مفتري. دي لا دي ايه دي عمرها الافتراضي خلص. لا اللي جنبها اللي جنبها اه كل يوم والتاني يقوم رنينها علقة موت. تقوم سايبه له البيت وغضبانة. ما يفوتش كام يوم الا وتيجي ام فتحية دي ترجعها له تاني. لو ترجعها له ليه؟ ما هي هتعمل ايه يعني؟ يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها منين؟ يابا خليها على الله. يا ابني استهدى بالله، ده انت الكبير تسافر ازاي؟ لو غرقت زي اللي غرق ولا مسكوك على الحدود، اعمل ايه هدف امك واخواتك السبع؟ لو اراد ربنا ووصلت بالسلامه يابا هصرف عليكم ومش هخليكم تحتاجوا اي حاجه. ولو غرقت يا سيدي اديك هترتاح مني وتشيل حملي من على كتافك. تبقى صرفت على ستة بس. اه موضوع السفر ده بس مهندس خوتنا بيه في الروحة وفي الجاية. العيال خلاص اتخانقوا قفلوا خالص. لقد حتفاء المناقشة بالنسبة لهم. مالها المناقشة؟ لقد حتفاء المناقشة بالنسبة لهم في الموضوع ده. اه لقد حتفاء. الواد من دول عنده انه يموت بره ولا يقعد في البلد دي فلتو ثانية. مين؟ فلتو ثانية. اه فهمته ثانية. لا فلته ثانية. دي بتاعت الراجل الكبارة دوت. اللي خد نوفل. خد نوفل. ايه ده؟ ده مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر. مين؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر. كله يأمن على بطايقه. واللي معاه حاجة يرميها. خلي بالك في رادار بعد 10 كيلو. بوكسي فينا يا باشا. يلا بسرعة. ايه وبعدين؟ ما تنزل. مين انا؟ هو في حد غيرك ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر نفسك باشا. يالا ده انت راكب صفيحة زبالة.
انت شكلك مصرصر ياض، اوعى تكون شايفني قصادك ابو ضيق. انزل. جايلك ها؟ جايلك اما اشوف انت مين. حلو قوي، هنقضي السهره صباحي مع بعض. فين انت مين؟ معاك بطاقه هلا؟ لا انا معايا فيزا. يعني ما معكش بطاقه كمان؟ ماشي 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 باشا. باشا انا اسف يا باشا، ارجوك تسامحني يا باشا. لا لا لا، اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. الله يخليك. انا اسف يا باشا. لا لا لا، انا اسف. قول لي مسامحك يا باشا. انا مسامحك. قول لي مسامحك تاني. بس اوعى تاخدها كلها. ها يعني مش مره واحده. حاضر يا باشا. ها حاضر. عمرك يا باشا، مع الف سلامه. رأفت تهاني، عايزه كل حاجه مظبوط، عايزاكم تقدموا الدرينكس بابتسامه حلوه قوي، عايزه بريزونس، عايزه كلاس، مش عايزه ولا غلطه. الف الف مبروك يا مدام معجب، لطفي بيه ده راجل هايل، ربنا بقى يسعدكم ان شاء الله يا رب. وعقبالكم انتوا كمان، قدامكم قد ايه؟ هانت الحمد لله من 3 لـ7 سنين كده ان شاء الله. اخيرا. حاجة غريبة، حد يسأل واحد داخل بيتهم يقول له انت رايح فين؟ فيك الدنيا بتنطط في وشي، لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك. طيب انا مش عارف ليه كل ما تشوف وشي تغلي في روحك كده. انا مستنية ناس دلوقتي ومش عايزة حد يشوف وشك عندي، كفاية اللي حصل لي المرة اللي فاتت. اتفضل امشي من هنا. امشي واسيب الناس اللي جاية بيتي؟ طب ارحب بيهم حتى، احنا برضو ناس بتفهم في الاصول. يا رافض تهاني، يلا طلعوا بره. محسن ده ايه المفاجأة الحلوة دي يا فندم؟ ازيك يا تهاني؟ ازيك؟ لا 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 لا، معقولة؟ ده رب تعيالي النهارده يا باشا. ازيك يا رأفت؟ وازاي امك؟ الحمد لله، كانت عاملة جمعية سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعت السرير وكياس المخدات، جت تدفع القسط خسعت معاها يا باشا. طلعت متعسرة أخرى، وعملت ايه؟ أبدا، جت استلفت من أمي. يلا بره بره. طب ثانية واحدة، بره ثانية واحدة والنبي يا مدام اتصور مع الباشا. امسك دي، صورني يا رأفت مع الباشا. الضحكة الحلوة بقى يا باشا. يلا امشي بره انت وهو. يلا والله عيال زي الفل، انا بحب العيال دي قوي. بصي، بالرغم من ظروفهم الاقتصادية الصعبة، شو بيحبوا بعض قد ايه. ربنا يسعدهم يا رب. بتيجي نعتذر للناس اللي جاية دول وناكل لقمة خفيفة وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونة؟ ولما الجنونة بتركبني ما بشوفش قدامي. ايه بقى؟ ايه؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. خلاص يا محسن باشا، خلاص يا مهجة هانم، اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب، شركات محسن الهنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. انا مش ممكن اشارك الحيوان ده. استني بس، والدمج ده فائدته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها، البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن 1,200,000,000. مليار ومتين. مليار ومتين. عملت دمج بين شركتك وشركة موجة النشار، وطلبت قرض من بنك الأمان، والبنك معصلك شوية، وانت جاي لي دلوقتي علشان أزق لك القرض ده. اللهم صل على النبي. ايه ده يا باشا ده؟ مكشوف عنك الحجاب. احنا طبعا باستمرار بنحاول نوقف جنب رجال الأعمال اللي بيحبوا بلدهم، ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني. بس انت موقفك حساس قوي يا هنداوي.